قبل ما ابدا الحلقه حابب بس اقول ان انا مش سي بي اي، انا مش محامي، انا مش تبع اي جهه حكوميه او بشتغل في اي بنك من البنوك. انا هنا واحد بيجمع معلومات وبيحاول بقدر امكانه يساعد الناس بالمعلومات اللي جمعها، وليك انك انت تاخدها او تقبلها وتعمل بيها، وليك انك انت ما تقبلهاش وما تعملش بيها. تعالوا نعمل الحلقه مع بعض. اهلا بيكم حلقه جديده من هاني موريان في بلاد الامريكان. وزي ما وعدتكم امبارح وقلت لكم ان لو الاي اي دي ال جرانت اللي هو الالف دولار اللي بيدوها فور فري فتحت تاني هقول لكم عليها حاجه واقول لكم عليها، حتى لو بعض الناس قالت لي بطل تتكلم عن الحاجات دي وبطل شحادة، برضو هستمر اتكلم في المواضيع دي، وكل الناس على راسي من فوق وكل الناس رأيهم بيهمني ورأيهم باخد بيه، لكن ده حاجة مهمة وبتساعد ناس كتير. ما علينا، تعال ندخل على طول وعلى السريع على الـ EIDL. الـ EIDL basically باختصار علشان ما اطولش الحلقة، هي اختصار لكلمة اسمها Economic Injury Disaster Loan، والحاجة دي موجودة من زمان، مش موجودة من كوفيد 19، لا دي موجودة من ايام ما كان مثلا في مثلا اعاصير او اي حاجة او ما يشبه ذلك، وبتحصل ان الاعاصير دي او الهيركينز او اي عامل طبيعي او الايرثكويك او يعني الهزات الارضية او حاجات زي كده بتخرب اي بيزنس او تعمل ديستروي لبيزنس. السابا او الاس بي او سمول بزنس ادمنستريشن اللي هم الناس المتخصصين للمشاريع الصغيره، ده بيدي مساعدات، مش مساعدات بمعنى مساعدات، هو لون، هو يعني زي قرض بتدفعه على تقريبا 30 سنه وبتبقى الفايده فيه قليله. الجديد او اللي ضافت عليها في الكيرز اكت ان هو اي حد يابلاي على اللون ده بياخد في حدود من 1000 ل 10000 دولار، يعني ممنوحة كده هبة، مش مطلوب منك انك تدفعها باك، وزائد انك انت لو حتى خدت المبلغ ده الهبة دي او المنحة دي مش مطلوب منك انك تتوافق على اللون بتاعك. يعني بمعنى تاني ان اللون ممكن ما انت مش عايز تكمل فيه، ممكن انت ما تتكملش فيه وتاخد بس المنحة اللي هيديها لك على حسب كم عدد العمال اللي معاك. بمعنى انك انت لو سمول بزنس مثلا معاك معين من واحد لغايه 10 او ما اكتر من 10، بس هو لغايه الحد الادنى الحد الاقصى 10، بتاخد من 1000 ل 10000 دولار. ده انكلود مين؟ ده انكلود السيلف امبلوي. زي مين السيلف امبلوي؟ اوبر، ليفت اللي معاهم صالون، الموسيقيين، الفوتوغرافرز، الفيديوغرافرز، اي هاسل جوبز او اي سايد جوبز انت بتعمله وبتاخد 1099 عليه وبتدفع ضرائب عليه وهكذا، ده بيسمى يعني سيلف امبلوي او كونتراكتور. الاثنين دول انكلود في اللون ده. فعشان كده انا جايب اللون ده النهارده او الابلكيشن ده النهارده، وانا اتكلمت عليه قبل كده في حلقه قبل كده، بس للاسف انا اتكلمت عليه اثناء ما كانوا قافلينه للمجال الزراعي بس، وقلت ان كان في ثغرات ممكن احتمال يوافقوا عليك لو انت ابلاي عليه، لكن المره دي مفتوح للكل، المره دي مفتوح للكل عشان بس ايه. في ناس ممكن، انا عارف ان هتقول لي انك ما انت اتكلمت عليه قبل كده وما عرفناش ندخل او ما عرفناش او عملنا وما توافقش علينا، لاني للاسف لما اتكلمت عليه قبل كده كان موضوع ان هو مقفول للمجال الزراعي بس، لكن المره دي مفتوح للكل. وخلي بالك هو في اماونت او نسبه بس اللي هي باقيه في الفلوس دي. فيا ريت اول ما تسمعوا الحلقه، يا ريت اثناء حتى ما تسمعوا الحلقه حتى اقفلوا عليا وادخلوا ويعملوا ابلاي على الابلكيشن ده. انا همشي معاكم خطوه خطوه، وان شاء الله باذن ربنا لو ما كانش النهارده احتمال كبير بكره هعمل حلقه سيبريت لوحدها عن اللي هو الكويشنز والانسرز او الاسئله والاجوبه بالنسبه للموضوع الاي اي دي ال، وان شاء الله كلكم موفقين ويجي لكم المبلغ اللي تطلبوه. تعال نبدا الاول في الابلكيشن. معلش سامحوني الجزء البسيط اللي انا اتكلمت فيه ده هيبقى قدام الكاميرا، الجزء الثاني هيبقى قصاد الكمبيوتر، فانا همشي خطوه خطوه معاكم ازاي نابلاي. وانا يمكن مشيت قبل كده والحلقه اللي قبل كده وريت لكم خطوه خطوه ازاي تمشوا، بس المره دي هعمل برضو نفس الموضوع وهعمل ازاي تابلاي.
الناس اللي ابلاي قبل كده على المجال الزراعي يعني ينسوا القديم ويعملوا ابلكيشن جديد، لان ده حاجه جديده نوفي. فتعالوا مع بعض نعمل الابلكيشن مع بعض، وانا طبعا مش هعمل سميت، ويمكن في حاجات مش هقدر اكتبها، انتوا اكتبوا المعلومات بتاعتكم واعملوا سميت بتاع ليكم، لكن كل ما هنالك ان هوريك الايديا او الوجه العام للابلكيشن. يلا بينا. اولا ادي الموقع، هو الاس بي اي اللي هو يو اس سمول بزنس ادمنستريشن، ده الويب سايت بتاعهم. احنا هنا بتدخل، انا هحط لك اللينك بدل انت ما تدور على الابلكيشن ده من خلال الصفحه وتدخل على كذا لينك، هحط لك اللينك صريح من تحت في الديسكربشن. وحاول يعني ايه، حاول تبصوا على الديسكربشن، او الديسكربشن اللي هو صندوق الوصف اللي هيبقى تحت الفيديو. فده حاجه ان شاء الله تبقى سهله، لو انت ما عرفتش قول لي وانا هحاول احطها لك في اول كومنت واعمل لك بن عليها، بحيث ان الناس ايه تشوفها رايت اواي. فخلينا نبدا هنا. ادي الابلكيشن، ادي شكل الابلكيشن. لو احنا بصينا هنا مكتوبه ديزاستر لون اسيستنت ايكونوميك انجري ديزاستر لون ابلكيشن، وهو ده الشكل بتاعه. هتلاقي يعني لو انت بصيت، لو دخلت الصفحه هتلاقي الصفحه دي بتاعته. هندخل نختار اول حاجه بيشوف هو انت ايه البيزنس بتاعك، ايه شكل البيزنس بتاعك. فاحنا طبعا عشان انا عامل الناس اللي معاها بيزنس تابلاي عليه لو هم عايزين ابلاي. خلي بالكم ده من ضمن الاسئله والاجوبه اللي انا كنت عاملها على لوحدها، اللي هو اللي عامل بي 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 ممكن يعمل برضو ده، بس خلي باله ما يصرفش نفس الفلوس في نفس الجهه. بمعنى انك انت لو عامل بي 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 وهتصرف الفلوس اللي واخدها من البي بي بي في البيزنس بتاعك بمحيث البي رول والاكسبنسز، تصرف الفلوس دي في حاجه تانية تبع البيزنس برضو. ايه هي الله اعلم، بس في حاجات تبع البيزنس برضو محتاجه فلوس، فانت ايه تستخدم الفلوس دي في حاجه تانية، لان دي بتبقى ايه يعني ايه، بتبقى مثلا تعارض في المنافع او تضارب في المنافع، فبلاش تعمل نفس الفلوس او نفس الاكسبنسز بتاخد من كذا جهه. فنكمل هنا ونبص على الابلكيشن. هنلاقي هنا بالنسبه للي هم السيلف امبلويين او الاندبندنت كونتراكتور، ده اللي احنا هنكتبه هنا. ان هنا طبعا انا مش هنمشي اليوم عليهم كلهم، احنا هنمشي وانت تبص عليهم كلهم. انا ما بقولش ما تبصش عليهم، انا بقول لك بص عليهم كلهم وشوف ايه الابلايز عليك. بس انا علشان هنا بتكلم على الكونتراكتور او السيلف سيلف امبلوي، هو ثالث اختيار ده اللي احنا هنختاره. هتلاقي في اخر كلمه في من في نفس السطح هتلاقي مكتوبه اندبندنت كونتراكتور، فده احنا هنعمل اول ثالث اختيار. ننزل من تحت. لازم انك انت تكون يعني او اللي هو الابليكانت او الناس اللي بتطلب الطلب ده ما تكونش عامله عندها illegal activity، يعني عندك ما بتعملش اي حاجه غير قانونيه. يعني بص، كل الحاجات دي doesn't apply عليك، يعني انت ما بتعملش ولا حاجه من الحاجات دي. يعني مثلا ما فيش اي sexual harassment عليك، اي قواضي، اي حاجه وحشه بمعنى اصح. هنيجي هنا نعمل continue بعد ما نعمل apply على يعني عليهم كلهم دول، ونعمل continue. هنا هنكتب البيزنس legal name. لو البيزنس بتاعك ليه اسم اكتب الاسم بتاع البيزنس، لو البيزنس بتاعك ملهوش اسم اكتب اسمك. يعني انا هكتب هنا مثلا انت اوبر ولا ليفت، ترين نيم نفس الشيء. طبعا هنا الاي اي ان والاس اس ان اللي هو اللي معاهم بيزنس عارفين يعني ايه الاي اي ان، هو بيبقى رقم بيديهولك للبيزنس عشان لما تيجي تعمل الضرايب بتاعتك زي السوشيال سيكيورتي كده بس للبيزنس. لو طبعا الناس اللي هم اندبندنت كونتراكتور او سيلف امبلوي ده ممكن ياخدوا، او هو ديفنتلي هيبقى السوشيال سيكيورتي بتاعك. طبعا انا هنا هحط اي سوشيال سيكيورتي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هم 9 ارقام. هنا اورجانيزيشن تايب، احنا هنا في الحاله دي هنعمل اندبندنت كونتراكتور اللي هم ليفت واوبر وما شابه ذلك، او على حسب ما انت البيزنس بتاعك. لو انت مثلا مثلا سولو، لو انت مثلا سيلف امبلوي معاك صالون او حاجه زي كده ممكن يبقى سولو هي دي اللي تمشي معاك. لو اي حاجه تانية على حسب ليميتد اللي هي ال ال سي مثلا، لو انت معاك شركه صغيره ال ال سي ممكن تبقى دي، وهكذا. فانت تشوف الاورجانيزيشن تايب بتاعتك انت هتمشي يعني ايه نوعها او ايه اللي تتماشى معاك فيها.
تعال ندخل على السؤال اللي بعد كده. هنا بيقول لك is this applicant non-profit organization او منظمه غير هادفه للربح؟ لا طبعا انت ايه، مش منظمه غير هادفه للربح. دايما بيبقى على مثلا الهيئات الدينيه زي الجوامع او الكنائس او المؤسسات الخيريه اللي بتلم تبرعات او ما شابه ذلك. فهي هنا هتكون هنقول لا، هي مش نان، انت مش non-profit organization. انت is this applicant enfranchise، يعني هو انت مثلا فرع لشركه كبيره او حاجه زي كده؟ تقول طبعا لا. unless لو انت واحد من دول، يعني انت واحد مثلا واخد توكيل ماكدونالدز، يعني فاهم ازاي ممكن يعمل دي؟ مع ان انا اشك ان اي حد من ماكدونالدز يابلاي فور ات. يعني تعال ندخل على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده خلي بالكم ان كل الحاجات هي هايلايتد بالاحمر، دي هي الحاجات اللي هي لازم وضروري تجاوب عليها. اول ما بتخضر لك كده معناها انك انت جاوبت عليها. هنا بيسالك على الربح بتاعك بتاع السنه اللي فاتت. انت بتبص على 1099 بتاعتك او الفورما بتاعتك، وات ايفر فورما بتاعت الضرايب، وبتكتب الريفينيو بتاعك. ليتس سي مثلا انت عملت 100,000، وتشوف الاكسبنسز بتاعتك كانت كام مثلا. ليتس سي الاكسبنسز بتاعتك في حدود مثلا 40,000 مثلا او ما شابه، يعني فاهم ازاي. لازم تشوف ال 1099 بتاعتك او التاكس ريتيرن بتاعك وتشوف ايه المكتوب فيها. هنا لو عندك رينتال بروبرتي، يعني مأجر مكان للبزنس، لو انت عندك بزنس ومأجر مكان ليه، فانت بتكتب ده اللوست، يعني انت مثلا انت مثلا خسران قد ايه في الرنت، سواء يعني انت دفعته لك انت ما استخدمتش حاجه فيه، فانت بتكتب هنا lost due to the، يعني lost rent due to the disaster. لو انت ما عندكش ما تكتبش، كده كده مش مطلوب منك، هي مش highlighted هنا. ده كله من يعني هنا مثلا، دي مثلا لو انت عندك واخد ال PPP اللي هي Paycheck Protection Program، هتقول له مثلا كام هنا في دي. ندخل بعد كده هنا طبعا البيزنس، الادرس بتاع البيزنس بتاعتك في حالتك انت مثلا او السولو، بيبقى مثلا الـ الـ العنوان بتاع البيت. معلش هو المايك شادد التيشيرت قوي كده تحت. العنوان بتاع البيت بتاعك، احنا نكتب، انا هكتب اي عنوان مثلا. تاريخ بدايتك مع البيزنس ده، يعني انت امتى بدات البيزنس ده، امتى اشتغلت فيه. فنكتب مثلا شهر 8 2019 مثلا او 2018. هو ده نفس الشيء، يعني current ownership sense، يعني انت مستوى، يعني انت حاصل على البيزنس ده او الاونر، لانك اونر ليه يعني. من تكتب نفس الشيء مثلا لو انت، انا الكلام ده على كله على السيلف كونتراكتور، I mean self employee او اللي هو individual contractor. لكن انت لو ليك بيزنس او ليك بيزنس حقيقي، لازم تبص على العقود والحاجات اللي ايه ما شابه ذلك. بيزنس اكتيفيتي، هنا هتشوف انت نظامك ايه، يعني نظام البيزنس بتاعك ايه. هل هو احنا هنا في الاوبر والليفت والحاجات دي، مثلا تكتب ترانسبورتيشن. اي حاجه تانية تشوف انت الـ يعني البيزنس نوعه ايه، فود، هيلث سيرفيسز، انشورنس، ليجل سيرفيسز، اي حاجه من الحاجات دي. فانت احنا هنا في اوبر والليفت هنعمل ترانسبورتيشن. احنا هنا هنختار طبعا، هم بيحدد لك اول ما بتختار دي، بتحدد لك انت تكتب لي موزين ترانسبورتيشن، نمبر اوف امبلوي، لو انت لوحدك بتكتب واحد، لو انت ومراتك شغالين في نفس البيزنس نفس البتاع بتكتب اثنين، لو عندك اكتر من عامل بتكتب العدد العمال اللي عندك. فاحنا هنا نكتب مثلا واحد، احنا ايه لوحدنا. هنا طبعا بيجي هنا بقى هنا يختلف. احنا قلنا هناك حطينا اسمنا على اساس ان هو البيزنس بتاعنا، هنا هنكتب برضو اسمنا بس ده علشان اسمنا. فاحنا هنكتب هنا هاني، احنا هنكتب اونر، هنا هنكتب اونر، هنكتب مانجر، هنكتب واتسو ايفر البوزيشن بتاعنا. طبعا في السيلف امبلوي هنكتب اونر او الانديفيدوال كونتراكتور. هنا اونرشيب برسنتج، لو انت الشركه دي بتاعتك هتكتب 100%. ايميل ادرس، احنا برضو هستخدم الايميل التاني، وهو وفعلا ربنا يعلم ان الايميل ده غلط. هنا السوشيال سيكيورتي 1 2 3 4، لا احنا قلنا 5 6 7 8 9، هم 9 ارقام.
حتى لو سوشيال سيكيورتي كتبته قبل كده تكتبه برضو تاني، unless لو عندك EIN للبزنس مش سوشيال سيكيورتي وكتبت EIN هنا هتكتب السوشيال سيكيورتي. فانت خلي بالك من الموضوع ده. هنا تاريخ ميلادك انا هحط تاريخ ميلادي الحقيقي. place of birth هكتب هنا Egypt مثلا. هل انت سيتيزن ولا مش سيتيزن؟ طبعا تجاوب يس او نو، فانا في الحاله دي هكتب يس. طبعا هنا العنوان برضو انا عارف انك انت كتبته من هناك المره اللي فاتت، هنا برضو هتكتبه لو سيلف امبلوي نفس الخطوات، لو نفس العنوان هتكتبه برضو. فانا مش فاكر ان انا كتبت ايه. هنا مش راضي يفتح لي، يبقى في انا نسيت حاجه. انا ما نسيتش اي حاجه، هو اللي مش راضي يفتح. انا نسيت حاجه هنا عشان كده مش راضي. هنا بيقول لك is your business owned by business entity، يعني البيزنس بتاعك يعني حد مستولى عليه او حد own it. فانت تقول نو no. اغلب من هيقول نو no طبعا. دلوقتي هي فتحت تاني، هناخد additional information. هنا بيقول لك ان additional information in the past years had business listed on by felony. طبعا لا، لو انت عامل جريمه تبع البيزنس بتاعك، حصل في جريمه فيه او اتعمل بجريمه باسمه يعني، لو الاونر suspend، لو في اي illegal activities او حاجه زي كده هنكتب نو. لو في طبعا كله تبع الكريمنال او الجرايم او الحاجات دي، فاحنا طبعا لازم تبي اونس. ف يعني انا هنا بكتب نو لان ما فيش حاجه طبعا حاجه من دول. هنا لو في اي بيسالك لو في اي حد ساعدك تملى الابلكيشن ده، يا جماعه ماليش دعوه، انا ماليش دعوه، انا بدي لك انفورميشن، انا ما ساعدتكش عشان اكتب الابلكيشن. هي العمليه كلها لو انت بتعمل انديفيديوال ده يعتبر انك انت بتعمله انديفيديوال، محدش ساعدك، انا بدي لك الانفورميشن الاكتر ولا اقل. فانت هنا ممكن تطنش ده لو حد، لو انت عايز لو عايز اي حد يساعدك ممكن يساعدك بعد كده يحط اسمه، لكن لو يفضل انك انت تعمله بنفسك ما حدش يساعدك فيه. وبعد كده هنا ايه بتقول لك I give permission for the CBA ان هم يدخلوا ويشوفوا يعني يشوفوا الحاجات اللي انت كتبتها من فوق. فانت تقول لهم yes. هنا اهم نقطه بقى اللي هو الفيديو ده معمول عشان هو انا مخوف كده، ما علينا، امال انا شكلي لما بقرب بتاع بخوف. هنا اهم حاجه وركزوا معايا في الحته دي، I would like to be considered for an advance of up to $10,000. خلي بالكم ده الهبه، او مش عايز اسميها هبه، الفري ماني، الحاجه اللي هتديها لنا في اللون. وهنا زي ما اقول لك لو توافق على اللون بتاعك انت ممكن ترفض اللون وتاخد بس المبلغ لا اكتر ولا اقل، اللي هو سواء الالف او الالفين او على حسب عدد العمال اللي انت كاتبها. فانت هنا تقول I would like to consider. بعد كده هنا هتكتب بقى الاسم البنك بتاعك، لان في الفلوس دي هتدخل على البنك على طول. هتكتب البنك بتاعك وهتكتب الاكونت نمبر وهتكتب الراوتين نمبر. لو حدش عارف الحاجات دي، لو انت معاك شيك هيبقى مكتوبه من تحت الراوتين نمبر، بيبقى في اول الشيك من تحت الارقام اللي من تحت دي، وهو تقريبا بيبقى 9 ارقام 10 ارقام. وبعد كده الاكونت نمبر اللي بعده. واغلبنا طبعا اللي معاه حاجه زي كده ومعاه بنك اكيد فاهم يعني الراوت نمبر والاكونت نمبر. بس بعد كده هنا بتقول انك انت بتسيرتيفاي في اخر حته من الجزء بتاع انك انت يعني انت بتقسم ان كل المعلومات اللي انت كاتبها من فوق صحيحه، وبتعمل نيكست. وهي طبعا هي بتعمل لك سامري في الاخر. طبعا انا مش هعمل نيكست عشان انا مش هعمل سميت للبتاع. وبيخلص الابلكيشن على كده. وانا اللي انا سمعته ان في ناس مجرد يعني بمجرد ما خلصت الابلكيشن، تعال نقلنا على الكاميرا نسيبها من الكمبيوتر لان كده خلص الكمبيوتر،
في ناس بمجرد ما خلصت الابليكيشن جالها في خلال 24 او كمان 48 ساعة الفلوس. يعني دي حاجة ممكن تبصوا عليها تحاولوا، ممكن حاجة تساعد في الفترة اللي احنا فيها، ودي مش شحاتة برضو. انا مش عايز اعمل كومبلينينج او سيبني من الناس، كمية التعليقات اللي جات لي منيكم من حضراتكم على سيبني من الناس، وانا حاسبني من الناس خالص، بس انا عايز افهم الناس حاجة واحدة بس، هي دي مش قناة شحاتة، هي ودي قناة بتاع. لا، انا هنا بحاول اساعد الناس باقصى يعني اقصى يعني جهد مبذول ليا. انا عارف ان هي قناة في الاول في الاخر هدفها ازاي تثقف الناس في امريكا هنا، وازاي توري لهم الحياة هنا والمعيشة هنا، بس في الفترة اللي احنا فيها دي لازم الكل يفهم ان احنا في فترة دقيقة. في ناس هتقول لك لا، ما انت كده ما بتشجعش الناس انها تنزل تشتغل. لا، انا بالعكس، انا بقول للناس تنزل تشتغل وتلاقي فرصة شغل وتسيبها خالص، حتى لو هم خايفين من ان لو جالها شغل وخايفين على unemployment، تسيب unemployment، لانه هيخلص كده ان اجلا او عاجلا هيخلص على اخر سبعة، ومش عارفين كمان اللون يعني الاكت الجديد ان كان هيتوافق عليه او مش هيتوافق عليه، ولو توافق عليه ايه الفلوس اللي هديها لنا. لكن لو لقيت شغل ممكن الشغل ده يكمل معاك، يعني يكمل معاك لايف تايم لو ربنا اراد. ده كل اللي عندي النهارده، فيا رب المعلومات اللي انا قلتها لكم النهارده تفيدكم. حاولوا بقدر امكانكم تسرعوا ابلاي، لاني زي ما قلت اللي هي ليميتد قوي. حاولوا تقروا الرولز بتاعتها والريجوليشنز بتاعتها. زي ما قلت انت مش لازم تاخد لو انت حتى جات لك ابروف على اللون، مش لازم تاخد اللون، ممكن بس تاخد البتاع. حتى لو جالك اللون، بس خلي بالك لما تيجي يجي لك اللون ده لازم تستخدمه في البيزنس، يعني بمعنى انك اي اكسبنسز في البيزنس ممكن تحط الفلوس اللي جايه من اللون دي على في البيزنس. وطبعا في حاجات لازم بتثبت لهم بعد كده انك انت بتستخدمها في البيزنس بتاعك. ده كل اللي عندي النهارده. يا رب كل الحلقات اللي انا بقدمها لكم تكون مفيده وتعجبكم. هي بس برضو في حته في القناه ان انا مش مجرد بس قناه تعليميه او قناه بتهدف انك انت تثقفك هنا في امريكا، لا برضو بتوري لك الحياه هنا وبتبقى زي في انترتينمنت. وان شاء الله في حلقه واشنطن دي سي، احنا نزلنا واشنطن ساعه المظاهرات، لو تفتكروا الحلقه اللي انا نزلتها عن المظاهرات، صورنا في واشنطن في الحته اللي فيها النورث ويست تقريبا، اللي هي فيها كل المصالح الحكوميه والبيت الابيض والكونجرس، صورنا كده رحله على السريع انا وماريان والاولاد، والشوارع كانت فاضيه. بس طبعا انا الوقت وكده يعني مش بقدر اعمل اديت كتير. هحاول بقدر الامكان هنزل الحلقه بكره. استنوني في كل الحلقات اللي جايه باذن ربنا من هاني وماريان في بلاد الامريكان، وبرده حلقات الكيتو جايه، حلقات الكيتو جايه ووصفات الكيتو. وده بالعكس، انا في حلقه كبيره جايه عن الكيتو من الاول للاخر، هفهمها لكم، هشبعها لكم كده. لو لقيت الحلقه مفيده وهتستفاد منها وهيستفاد منها ناس كتيره، ما تبخلش على غيرك انك انت تشيرها، سواء على الفيسبوك عندك او اي سوشيال ميديا تاني. ما تنساش برضو تلايك الفيديو، لاني كل ما تعمل لايك للفيديو كل ما اليوتيوب هيركمند الحلقه لناس تانيه. وسبسكرايب عشان اجيب لك باذن ربنا كل الحاجات الجديده، وكمان اخدك تور لهنا في امريكا، سواء في الولايه بتاعتي او في واشنطن دي سي، او ما هو كل ما هو جديد وحلو وجميل في بلاد العم سام. دمتم في صحة وسعادة وسلام وأمان، ومن هنا أقول لكم سلام.